تطورات متسارعة وغير متوقعة في أزمة مذيع الشارع الأردني بلال العجرمة بعد تدخل عاجل وقرارات مفاجئة من أعلى السلطات بشكل فاق كل التوقعات وقلب موازين الأزمة رأساً على عقب. فماذا حدث؟ مذيع الشارع الأردني بلال العجارمة، صاحب الضحكة المميزة والوجه البشوش والكلمات العفوية التي جعلته يدخل إلى قلب الجمهور الأردني، حتى أصبح الكثير من الأردنيين ينتظرون فقرة يسعد صباحك التي يقدمها على شاشة التلفزيون الأردني الوطني في صبيحة كل يوم جديد. لكن العجارمة تعرض بحسب كلامه الذي نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك لجور كبير، حيث عمل لمدة سنوات في التلفزيون قد تتجاوز 4 سنوات بدون أن يتلقى مقابل مالي على هذا العمل بدون تعيين ثابت، وكله على حساب شكراً بحسب وصفه، وهو أمر لم يستطع أن يتحمله أكثر من ذلك. وبسبب ذلك غابت ابتسامة العجارمة عن شاشة التلفزيون الأردني واختفت إطلالته المميزة بسبب أشخاص كان أعلن أنه سيكشف أسماءهم، لكنه قرر أن يتمهل قليلاً قبل أن يعلن الحقيقة إلى متابعيه بعد وعود تلقاها بحل مشكلته. وبمجرد ما انتشر تلك القضية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تفاعل معها الآلاف من متابعي ومحبي العجارمة معبرين عن استيائهم مما تعرض له من سلب لحقه الطبيعي وعدم تقدير عمله بالشكل المناسب، وهو الأمر الذي يمثل عقبة حقيقية أمام ظهور وتفوق الشباب الأردني اللامع أمثال العجارمة. واستهجن النشطاء عرقلة بعض الجهات والمسؤولين داخل التلفزيون الأردني طريق نجاح الشاب الأردني وأخذ حقهم بدون وجه حق، رغم نجاح هؤلاء الشباب في إثبات نجاحاتهم وتحقيق إنجازات كبيرة تمثلت في زيادة نسب مشاهدة الأردنيين لقناتهم الوطنية بفضل هذا البرنامج الذي كان يقدمه. وبعد أن وصلت تفاصيل الأزمة إلى أعلى جهات والمسؤولين في المملكة ومن شخصيات غير متوقعة، حدث تدخل عاجل وغير متوقع مهد لحل تلك المشكلة، وهو ما أكده العجارمة في المنشور الذي زفه إلى متابعيه. كتب العجارمة عبر حسابه: أتقدم بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على إنصافي والموافقة على كتاب التعيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بعد 4 أعوام من العمل التطوعي بالمؤسسة. أشكر معالي وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضن على جهوده الصادقة، وأشكر مدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد على سعة صدره وموقفه المشرف، كما أشكر وأقدر الموقف المشرف للأصدقاء والأقارب والزملاء والمتابعين وكل من حاول إنهاء المشكلة. وأضاف: للأمانة وقفتكم معي مشرفة وما أنساها، وبإذن الله نكون عند حسن الظن ونقدم ما يليق بالمشاهد الأردني والشاشة الوطنية الأولى. يعني هيك أقدر أقول لكم رجعنا للتلفزيون الأردني، واللي يسعد صباحكم والقادم أجمل إن شاء الله.